إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. توفيت قبل قليل الفنانة نادية العراقية عن عمرها هذا 57 عاما إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنت ابنتها الخبر عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأعلنت مي محروس ابنة الفنانة يوم 4 مايو دخول والدتها العناية المركزة قائلة: ماما في العناية المركزة وحالتها حرجة جدا، أرجوكم ادعي لها أنها تقوم بالسلامة بحق الأيام المفترجة دي. يا رب أنا ما أقدرش أعيش من غيرها، يا رب قومها لي بالسلامة، أنا مش عارفة حتى أشوفها، يا رب عديها على خير يا رب. وأضافت نجلة الفنانة: أنا مي، ماما في العناية المركزة، حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين، أرجوكم ادعوا لها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي، أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها، يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. ومنذ ساعات قليلة أعلنت مي أن مرحلة والدتها تعد فوق الخطر كما وصفها الأطباء، وكتبت: ماما حالتها بقيت فوق الخطر للأسف الشديد، وربنا يستر في الساعات اللي جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد على الأقل أسمع صوتها وأشوف ضحكتها وأشم ريحتها، أنا مش عايزة أكتر من كده. وتابعت: عايزة أعرف راضية عني ولا لأ، أنا بجد بحبك أوي يا ماما، يا أجمل صاحبة في الدنيا، مش هلاقي زيك، والله أنت غالية أوي يا ماما، يا رب ما تحرمني منها ومن حنانها يا رب.